أخت رضا، ولد الشنوية تتعرض لالتهاب حاد في العينين بعد استعمالها للعدسات اللاصقة. نتابع المزيد من التفاصيل. سلام البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كي صبحت واش كتعاودوا؟ المهم البنات، جيت باش ننصحكم نصيحة بحالي. أنا البارح كنت معروضة وكومونديت واحد 4 ديال لابواط ديال لي لونتي، ياك؟ وكومونديتهم ودرتهم، وديك مولات لاباج قالت لي يا راه مزيانين وما تخافي. انا موالفه، نتوما عارفيني مدمنه على لي لونتي، واخا نشري لي لونتي ديال 30 درهم ديال النهار نديرهم نهار في عرس ما كيضرونيش، عرفتوا؟ هادو شوفوا عيني، ما كنقدرش نحلهم وكنشوف دابا الضبابة. حيت لي لونتي كنت كنشوف يوم الضبابة بعدا فين كنت معروضه ما شفت كنقشع والو. صحابه ماما كيكعوا لي قال لي ما كنشوف والو، كنشوف الضبابة قدامي صافي. و والبنات جيت للدار حيدتهم، غسلت وجهي، غسلت عيني، والو، باقا كنشوف الضبابة. عائشة تؤكد ان هذا الالتهاب سبب لها حتى صعوبة في الرؤية. كنغمضهم كيحرقوني، ما بقيت قادرة نغمض عيني، كيحرقوني البنات ديال بصح، عاد كيحرقوني ما يمكنش. دابا يلا صيفطت على التقطيرة ديال العينين. نصيحة من عندي اللي بغات لي لونتي ولا شي حاجة، انا موالفه كناخذهم من عند واحد البنت، ولكن هذيك البنت مشى لها لاباج ما عرفتش واش ما بقاتش طالعه، واش حبسات داكشي ديالها ما عرفتش. دابا لحتهم كاملين وغنعاود نكومونديهم، نقلب على ديك الدريه ولا غنمشي نشوف شي باج يكون واعر وغناخذ منه، حيت انا مدمن على لي لونتي وانا ما كنشوفش البعد، فهمتوا؟ صرحت كذلك بانها ما غادا دير حتى شي متابعه قانونيه لهاد الصفحه اللي شرات منها العدسات اللاصقه. الما ديال التقطيره ديال العينين ديالي، حتى ديك البنت كتبيع ديال، الله يسهل على الماتيش نحرم على رزقها، حتى هي كتبيع. شوف انا واش عيني موافقه ومشي ديك الماركه ولا مهم. انا كنصحكم غير نصيحه، تبغي ديري لي لونتي اختي. فاش دويت مع واحد الدريه طبيبه صاحبتي قالت لي عايشه كان عليك قبل ما ديريهم تشليهم التقطيره ديال العينين وديري التقطيره ديال العينين في عينك، ومن ديريهم ديري التقطيره. انا ما عادش عندي التقطيره، ما درتش داكشي، وكانت موالف وكانت عندي التقطيره ديال الذهب، كنت كندير التقطيره ديال الذهب باش كيحرقوني كندير التقطيره ديال الذهب صافي كيبردوا عليا. عاد دابا والله ما بغاو عيني قتلوني. المهم اختي انا ما درت ما فهمت ما جبدتك ما والو سير اختي، الله يسهل عليك. كل واحد والبشره ديالو حساسه وداكشي صافي. هادشي اللي كاين البنات. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد.